شو خايفين؟ نحن خايفين؟ طول بالك لسه ما شفت شيء. عم تحكي عن جد؟ طالما هيك نحن جاهزين. ونحن جاهزين. وأنا كمان جاهز. أنا جاهز. وأنا جاهز. وأنا كمان جاهزة. جاهزة. وأنا جاهز. وأنا جاهزة. وأنا جاهزة. وأنا جاهز. رح نربح عليكم. بات ميري سنيه تو زرا. छोड़िए भी कहने और सुनने को है बाकी क्या रहा देखिए मैं कह रही हूँ बात मेरी सुनिए तो जरा आप क्या कहेंगी मुझको खूब है पता अरे बात मेरी सुनिए तो जरा फिर मिले सुबह फजर मिला पर बात मेरी شايف كيف كل الولاد فرحانين بالعرس؟ خلينا نحن نروح ونتركهم هن مبسوطين هلا. شو رأيكم نحن نروح نتعشى؟ ايه امشي سوري كانت. أمي بابا شكله تضايق من لاكشمي ما تفضلي يا سافيتري انزلي لتحت لازم نقدم العشاء للضيوف يلا تعالي يلا خالتي فيكي تقولي لي شو رح يصير بعد ما شافني بابا انا وساتيا كانت قصدي لما كنا عم نرقص تحت مع بعض شو يعني وين المشكله اذا رقصتي شوي لانك مبسوطه بس بابا يمكن لاكشمي لما بتكون نواياكي صحيحه ما في داعي تخافي من اي شيء مفهوم انا معي لا تخافي من حدا انا مالي خايفه بس اذا انت صرتي تدافعي عني هلا بجوز ابي يزعل منك ويأذيكي